الجو فرهده قوي. دي ميس ايه جبت يا جماعه؟ ايوه صح. طب بصي امسكيها انت بقى لوحدك ماشي؟ انت هبله يا بت، ما تشتغلي بدل ما هما اجيبك من شعرك ولا حد وصل لك ان احنا الفلبينيين بتوعك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انت فاكراني كيوت؟ ده انا اديكي مش شلوه يا قطه. ما تسكر حريمك ايمن بقى يا شباب. احنا لقيتنا ويادنا ده مش فايت. بدل ما الصوت يعلى ونتكشف. انتوا ايه يا حبي؟ اتجننت دي ولا ايه؟ ايه السؤال العجيب ده؟ اهدى اهدى اهدى. سيبني افهمك يا فندم. اهدى يا عيني. سيبني افهمها. تعبيطه؟ ادي مركب وادي بحر. نبقى رايحين فين؟ رايحين نصطاد. يا سلام، رايحين تصطادوا من غير لا شبكه ولا سناري؟ ايوه رايحين نصطاد، رايحين نصطاد ومعانا سمكنا. ثم الرزق ده بتاع ربنا، لو ربنا رايد يرزقنا هيرزقنا. انتوا فاكرين عبيطه ولا ايه؟ انا عارفه انتوا رايحين فين. انتوا يا سيوس طالعين رحله القناطر ومش عايزين تقولوا لحد عشان تخلوا جو لنفسيكوا، ها؟ وعشان تبقوا كابلز اتنينات اتنينات. صح، دي فراسه بهنيك عليها. فعلا احنا رايحين القناطر ورايحين كابلز، بس للاسف التيكيتات خلصت، فاحنا هنروح نجيب لك تيكيتات ونرجع تاني. اللي مقاسك كام في التيكيتات؟ تيكيتات ايه يا حبيبي دي اللي تجيبها لي؟ لا يا بابا يا حبيبي، انا سعاره بنفهمني كل حاجه وجايين ان احنا طالعين الرحله دي اكسكلوزيف، يعني الراجل دافع كل حاجه شاكب راك، وانا هاجي معاكم ولو ما جيتش معاكم هفضحكم وهنده لكم الدور الجيد بتاع الرحله يبهدلكم. خلاص خلاص هتيجي معانا يا ايمن باشا. تيجي معانا فين يا فرج افندي؟ انت دافع الشاكب ده. انا شفت الراكب بس ما شفتش هي قالت ايه. لو ما جاتش معانا هتبلغ الطور بتاعها. ثم احنا محتاجين هلب، لو رسينا في حته نبقى نرميه، ده غير ان هي لو عملت مشاكل نبقى نعلق لها الرمانه. انت هتروحي معانا يا قشطه. ماشي، بس هتوروني باليخت دي الشعب المرجانيه اللي سعرب كان بيحكي لي عليها؟ طبعا، ده احنا هنوريها لك شعبه شعبه. يلا اركبي يا قشطه. حبيبي تسلم لما ندهله بقى. يا سعربي يا اخناها وحديك 15. خلاصي انت بتعددي بتندهي عليه في العالم الاخر. ما ينفعش يجي معانا عشان احنا معناش تيكيتات، فاحنا هنروح نجيب له التيكيتات ونرجع تاني. الا مقاسه كان في التيكيتات. لا انا ماليش دعوه بلا مقاسه بلا بتاع، لازم يجي معايا عشان يمسك ايدي على اليخ. لا الكلام ده في تايتانيك، انما في القناطر هيقعدوا ياكلوا ويتاكلوا معاكم في الكلام. يلا يلا اركبي يا قشطه. يلا يلا ماشي. استهدي بالله. ماشي يلا يلا يلا. طب غنوا معاي. يلا ماشي. رحله جميله الان. انتوا ما بتغنوش معايا ليه؟ حاضر يلا قولي. يلا نغني. يلا رحله جميله في القناطر. القناطر رحله جميله. لا انا هندهله بقى يا عربي. تعالي يا وليه يا اخي انت عربي. اقتلها اقتلها وحديك 20 جنيه. بعدين يا بلسم باشا احنا قدامنا قد ايه كده؟ هون على ما نوصل احسنها رجلك كسحت. كسحت ايه يا بنتي؟ هو احنا كملنا 10 دقايق ماشي وبعدين نوصل لفين اصلا؟ هو احنا عارفين احنا رايحين فين؟ رايحين نجيب المكيف عشان نحلل به المي. لا علشان نحلل به لقمه العيش. اسمه مكثف. انت صح اهو شفتي. عموما خلينا ماشيين ورا بهيم افندي، هو اكيد عارف طريق شجره بتطرح مكيفات، يقطف لنا اتنين كدهوت يكونوا طازه ينفعوا يتعملوا مكثف ونرجع على طول. صح. اسمع يا استاذ بيرت بلس، بالربابه اللي انت لابسها دي اياك وان انت تسخر من العلم. اللي بيسخر من العلم بيتسخط جرد. اني وانا صغير مره سخرت من العلم. بص حالي يا ابني. اللي بتقوله ده ضد العلم. اقعد انت كده مش عاجبك اي حاجه وعمال تفتي في نظريه المكثف من اولها. بقول لك ايه، مش عاجبك روح انفخ المركب وانزل الميه. احنا اسفين يا بروفيسور عربي، هنسمع كلامك ونعمل اللي انت عايزه، بس قسما بالله لو طلعت النظريه بتاعتك دي اي كلام هناخدك انت نعملك مكثف. مش هينفع ابقى مكثف لاني بنفس. هنسدها لك يا حبيبي. وبالنسبه بقى لموضوع المركب، مش عايز حد يتكلم فيه تاني خالص. المركب ده مش هنلمسه حتى لو هنموت، ولا ايه يا ناس عتاب؟ لا يعني هو عندك حق، الواحد الصراحة يقول اللي له واللي عليه. يعني في حاجة يا ناس عتاب؟ لا هو الموضوع بسيط. كل ما هنالك ان الأستاذ فرج والأستاذ أيمن كانوا يحاول الله يا رب نايمين مرصرصين بالليل من البرد، جم واخدوا مني المركبة يعني عشان يتغطوا بيه. برد ايه؟ يا بنت الدنيا امبارح كانت حر موت. المهم رجعوا لك المركب الصبح؟ لا ما انا صحيت متأخر وحلمانة حلم وحش قوي بعيد عن السامعين. يعني حلمت قال ايه؟ ماشيه في اسوان في مركبه والمركبه ناحيه السد العالي. وبعدين يا بت بطلي حوارات بقى.
انت اديتهم المركب عشان يهربوا يا غبيه. طب اله المركبه تخش بيا في السد العالي، انا ما اديتهمش حاجه. بيت الكذب يا بنت، انا حاسس ان في نيزك هينزل يخسف بينا الارض بسبب كذبك ده. انت لسه قايله دلوقتي انك اديتيهم المركب. اديتهم المركب، ايه المشكله يعني لما اديلهم المركب؟ هو انت يا استاذ فاكر ان كل الناس خاينين؟ لازم يبقى عندك حسن الظنيه. اول ما نخش المايه يا جماعه اقعدوا انفخوا بالبتاعه دي، نفخ نفخ على طول. يلا يا فرج. يلا يا ايمن باشا. ليه؟ مستحيل مستحيل اركب المركبه دي واهرب. ليه؟ مستحيل يا فرج، دي فكرتك انت. ليه؟ انا مش خاين، انا استحاله اخونا تاب وبنسب. ليه؟ انت مش قلت انك عارف الطريق وان احنا كلنا هنهرب؟ ليه؟ مش انا، ده هو. هو مين؟ فرج، هو عز البلاوي يجبرني على حاجات انا مش عايز اعملها. بإذن الله بإذن الله. ولا فرج ولا انصرف يا ولا، وابعت لنا المعلم فرج عشان نعرف نتفاهم معاه. استنى انت يا ايمن باشا، انا هتصرف. وانا سام يا جمال، فاتحة تركب معانا المركب ورجليك فوق رقبتك. ليه؟ انا استحالة اركب المركب دي وابقى خايف. انت من امتى يا اب تقول لي ليه؟ من النهارده، من النهارده هقول لك ليه. هي موتة ولا اكتر؟ انت بتنهن مع مين يا حاج؟ ده راجل مجنون، ده بيتكلم نفسه ده ولا بيتكلم الرمله ولا بيتكلم ايه؟ بقول لك ايه، سيبك منه، يلا احنا هنلحق ننبسط. ده انت تلاقيك مأجر اليخت دي بكد كده في الساعه، يلا خلينا نفرح. خلاص خلاص، هسيبه يتخانق مع نفسه وتكل احنا على الله. يلا بينا. ليه؟ انت بتعملوش كده ليه؟ انت بتخون الناس اللي قرعاكم. ليه؟ ارجعوا ارجعوا. ليه؟ عارفة كده؟ اهو ماشي وسابونا، انا هفرغك. ايه حصلت ده فرج الضرب؟ بتضربني؟ طبعا انا ماشي في سلامة. لا لا ده انا مش بكلمك، ده عامل نفسك مش سامعني. لا يا عم مش جايلك، طب بتضربني يا سديل. بتعمل ايه يا فرج؟ لا لا انا قولتك. يا ابن الكلب يا ابن الكلب، تضرب لي بالطومة؟ ماشي انا هوريك. لا لا يا صفاك، لا هتنزل المية غفل عنك. لا مش عايز انزل. لا لا يا فخرك. لا شد حيلي. ايه ما تشد انت واخويا شوية وتيجي تقدف معايا. الحالة يا بلسم باشا، ايمن خد النسوان والزرق وهربوا. بطل استعباط بقى يا فرج، عمال بتخدعنا من ساعة ما شفناك وعامل لنا فيها سبليت وطلعت خاين. ليه يا باشا؟ انا مش خاين، ما قدامك سعادتك متلبس بالجريمة، انا شاهد ملك. بقول لك ايه يا حاج، هو اليخت ده هيروح عند الشعب المرجانيه اللي قلت لي عليها ايه؟ مش عارف ايه ست انت بتقولي عليها دي. هدفوا هدفوا فرج يا فرج، رجع لي هانم يا فرج. هانم مش ليك يا عربي، انسى هانم يا عربي. لا لساتها صوتها بيترجع في وداني وهي بتقول له انا نفسي اشوف الشعب المرجانيه. لا اوعى تصدقوه، انت كذاب. هانم اصلا ما تعرفش يعني شعب مرجانيه. ما هي راحت معاه عشان تشوف الشعب المرجانيه. ارجع يا بنت الفرطوس. ايه ده الحب؟ تعالى يا حبيبي، قوم يا حبيبي. يا جماعة سيبوا كله وعدفوا بسرعه، عايزين نهرب من هنا. اهو عدفوا. سلم نفسك يا ايمن، المكان كله طحالب. انت هتعمل ايه يا مجنون؟ هموته. هما نسيبه يعني يهرب بالمركب؟ ليه؟ عايش دلدول وهيموت مبلول. هات دول. بتعملي ايه؟ مش انت عايز توقفهم؟ ايه رايك؟ ايه يا بنت ابتسامه الثقه اللي على وشك دي؟ اللي انت قايلتيه ده؟ مش انت كنت عايز تمنعهم من الهرب؟ انا منحتهم لك. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يخرب بيتك، خرقتي اخر امل.
خلينا على الجزيرة. ده ايه الناس دي؟ العجبهم العجب ولا الصيام في رجب؟ هو ايه اللي مزعلكم؟ انا مش فاهمه. زعلانين من الخراب المركب اللي انت عملتيه. ضيعت لنا المركب الوحيده بالطلقه الوحيده اللي كانت هتنقذنا. ربنا ينتقم منك يا شيخه. وانا اللي فاكراك انسان وفاكره اللي احنا بقينا اسره واحده؟ حرام عليك الراحل اللي كانت هتروح هدر دي. انا هنا اهم المركبه والطلقه ولا الناس؟ ده الاناناس. الاناناس يا عسل. أنا ناس إيه يا ملك الفاكهة؟ ده وقتها يافا. عارفة الطلقة لو جت في هانم مش هعرف أنفخها تاني، مش هعرف أنفخها. لسك باقي على هانم يا عربي. ابني عربي قلت لك ما تجيبهاش الله يخرب بيتك. ارجع يا هانم. أيوه عومي عومي. لا مش هينفع معاك كلابي، عومي خراتيتي. أب عمرك بتموت يا عربي. امسكوا فيها يا أب لوحدها. عايزة تموتينا يا عتاب؟ تضربي علينا نار. طب إلهي دم يجري زي البحر ده وانا كان قصدي خير. وبعدين هو حرقك بالزعاق ليه يعني؟ انت عامل حاجه حلوه؟ ده انت هربان مع عشيتك وسايب مراتك جوه بطنها قدامها. اهدي اهدي بس يا حبيبتي على روحك. يا اختي بقى قاعده متلقحه جوه، لو كان عايز ياخدها ما كان خدها. هو حد حاشه؟ اهدى اهدى يا اخ عربي اهدى بس. الحق يا عربي. هربانه هربانه يا هانم؟ وين البفته اللي لابساها دي؟ راها معزومه على الغدا؟ والله العظيم ما هربت ولا حاجه، ده انا رحت اشوف الشعب المرجاني. صدقتني يا ولدي. طلع عندك حق يا فرج، يعني زي ما بيقول الراجل الطيب ده، كنت هربانه مع ايمن. ايمن ده ايه؟ ده كنت جدي. وبعدين انا ماليش في السن دي، انا بلعب في البراعم. والله العظيم هو الراجل المجنون اللي جنبك ده اللي بيقعد يكلم الرمل، هو اللي خدني وقال لي تعالى اوريك الشعب شعب شعب. خد تعالى. كدابه كدابه يا ولدي، ده عايزه تقلب القضيه عليا. يعني قلت لك مسيرك هتوقع يا فرج، حسابك معايا بعدين. وحتى لو قال لك تعالي نشوف الشعب، اي حد يقول لك تعالي نشوف الشعب تروحي؟ او من متى بنشوف شعب الناس؟ مش انت اللي قلت لي اي حد يديك واكلي كليه؟ اخرس يا بنت الفرطور. بطلوا العرض اللي انتوا فيه ده. ما كفايه يا جماعه ان المركب اللي كانت اخر امل لينا علشان نطلع من الجزيره المهدبه دي راحت. قصدك اخر امل ليك انت يا اكسلانس؟ انت مش خدت المركب وكنت هتهرب؟ حصل حصل يا حظابط، حسبي الله ونعم الوكيل. اسكت خالص يا فتان، مش عايز اسمع صوتك. بعدين انا ما كنتش حاسبكم تموتوا ابدا، لا انا كنت رايح مسافه السكه بس اجيب الانقاذ وارجع على طول. حتى لو موتوا كان فيها ايه؟ كنت هعمل لكم تأبين في الجرايد يهز ضمير العالم. ما كنتش هسكت، كنت هوصل لاكبر راس في البلد علشان تسمي باساميكم مدارس ومراكز ثقافيه. كنت هخلد اساميكم في التاريخ، هخلد اساميكم في التاريخ. لا لا مؤاخذة، احنا عايزين تعويضات او شقق في المستثمر الصغير، وتكون بجنينة وما تكونش مجروحة. تبقيش عبيطة، خدي ام بسين، ام جنينة محتاجة اهتمام وجناية. انت متخلفة يا بنتي، هتعملي ايه بالشقة؟ ما انت هتموتي. اه صحيح. هو انتوا بتعملوا في ايه؟ انتوا مش مقدرين المصيبة اللي انا فيها؟ انا كده مش هلحق المسابقة. انتوا بجد ازاي تفهم كده؟ انت بتتكلمي ليه انت يا مدام رغدة؟ انت لك عين. ليه؟ هو انا اللي غرقت المركب بالطلقه الوحيده اللي في الفلير جن؟ ايه الفلير جن ده؟ المسدس يا ست هانم، المسدس اللي كنا هنستخدمه عشان لو طياره عدت تشوفنا. يعني اسم الله، من كتر الطيارات اللي عماله تعدي فوقنا الا ما في طياره واحده عدت فوق الجزيره دي. ايه دي؟ دبانه؟ الزار عليها دبانة كبيرة لأن لها صدى صوت. عف كده ضيعتينا. صلى على النبي. بس اهدوا يا جماعة، في ايه؟ انت هتموتوا بعض، انتوا في ايه ولا في ايه؟ ايه ده؟ ايه يا جماعة القمر ده؟ انت مين؟ أنا مساعد الطيار وهكون في خدمتكم. أنا كابتن ميت. يا جماعة أنا آسف ليكوا جدا على اللي حصل لكم بسببي. ليه بس يا كابتن بتقول اللي هو بسببك؟ مش أنت يا دوب مساعد الطيار؟ لا يا عتاب، أنا جزء من الشركة. الشركة هي اللي مسؤولة عن الكارثة اللي احنا فيها دي، من أصغر عامل لرئيس مجلس الإدارة. بس ما تقلقوش، إن شاء الله أنا هعمل اللي عليا وزيادة
عشان اخرجكم من الكارثه اللي احنا فيها دي. طب لو سمحت يا كابتن ماجد، وانت طالع من الميه ما شفتش خطيبتي؟ كانت معانا على الطياره، اسمها هناء ولابسه دبله. يعني معقوله برضو في الكارثه اللي احنا فيها دي هركز مع هناء ومع الدبله؟ انت لسه من ثانيه قايل هبذل كل جهدي علشان اساعدكم. ايوه اساعدكم، مش هقعد اركز مع هناء. انا مش عايزك تركز مع خطيبتي، انا عايزك تلاقيها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه؟ شكلي جدا، شكلي قوي، الكاب بتاعي. الكاب اللي بتاعك؟ لا ده بتاعنا، انا اللي لقيته. لقيته ايه؟ بقول لك ايوه بتاعي، ما انا عارف انت اللي لقيته، بس ده بتاعي. بص اهو كابتن، اهو كابتن. اه بالظبط، ده بتاع الكابتن، انت بقى مساعد الكابتن. خلاص يا عسل، ولا تزعل نفسك ولا تقعد تتخانق مع الاشكال دي، ويا سيدي لو على الكاب اهو بدل ما هو عر. خد يا بت، ايه هو اللي عر؟ انت. اه انا بحسب الكاب. معلش يا كابتن، لما اخذن عندي سؤال يعني. اتفضلي. هو الموضوع كبير شويه بس انا هختصر. الوقت انا لما وقعت من الطياره بعيد عنك وبعيد عن السامعين كلهم يعني، فقدت الذاكره، مش فاكره اي حاجه ومش فاكره اي حاجه حصلت في حياتي. فلو يعني حضرتك تعرف اي حاجه عني ممكن تقولي عليها. مش عارف اقول لك ايه والله يا عتاب، انا بجد انا اسف ليكي وبعتذر لكم كلكم يا جماعه اللي حصل. لا سيبك منهم، انا بسالك عني، انا ما تعرفش عني حاجه؟ ايوه انا لازم اعتذر لهم برضو يعني. معلش انت ابن ناس وجميل، بس انا لازم تقول لي اي حاجه عني. كل اللي انا فاكره ان انت بتشتغلي مضيفه. ايوه. ودي كانت اول رحله تشتغلي على الطياره السوداء دي. يعني هي كانت اول مره تشتغل مضيفه؟ صدقتوني لما قلت عليها بومة؟ بس يا بومة بس بس يا حرام الكاب انت. ايه حرام الكاب ده؟ نمل ده ولا ايه؟ حرام الكاب ده زي حرام الحلة كده. اكسكيوز مي كابتن ماجد، يعني طيارة بالحجم ده تختفي مرة واحدة بالركاب؟ الدنيا تتقلب ازاي؟ ما يدوروش عليها في الجو وفي البحر وفي الصحراء؟ ده في دول بتتحالف عشان تجيب الطيارات المفقوده دي. شوفوا راحت فين، مين خدها، وقعت ما وقعتش، بلاش الطياره، الصندوق لسه. ايه هو القميص ده من هنا؟ من هناك. اسف للمقاطعه يا كابتن ماجد، اتفضل كمل. الله يا سليم باشا، ده موضوع يطول شرحه. ليه الناس بتتعامل على اننا حاجزين حفله ميد نايت النهارده؟ ما يطول شرحه ولا ما يطولش، احنا ورانا حاجه. احكي لنا بالظبط ايه اللي حصل. او النبي يا كابتن قول لنا ايه اللي حصل. هل يعني مثلا تيل فرامل ولا كوبل انفرط؟ كوبل انفرط؟ لا انت في البطاطا خالص. هقول لك ايه الحقيقه يا جماعه، الطياره دي وقعت بالكوسه. نعم اخويا، وقعت في الكوسة؟ أنا أعرف كوسة في اللحمة، كوسة في البشاميل، لكن طيارة في الكوسة دي إزاي يعني؟ إن شاء الله. أنا قلت حضرتك وقعت بالكوسة. أيوة أيوة معروفة أكلة الطيارة بالكوسة دي، أمي كانت دايماً تعملها لنا، كنت أحب الجناحات أوي. وكانوا بيسيبوا لي الدلو يضحكوا عليا ويسيبوا لي مصمصه. سيبك منهم معلش يا كابتن ماجد، فهمنا إيه اللي حصل بالظبط. طب اديني الكاب وانا اقول لك. يخرب بيت الكاب، هولع فيه عشان تسح، هولع فيه. هحكي هحكي خلاص هحكي، مش عايزه خلاص. اللي حصل يا جماعه. ايوه يا بنتي، I'm so excited. انت مش فاهمه. ايوه انا لسه واصله. طب بقول لك ايه، هتلبسي ايه في الهالوين؟ لا لا بجد، ايوه طبعا حلو قوي. خلاص لو لقيته في اي حته هجيبه لك معايا وانا جايه. لا لا انا هلبس طياره. لا هلبس كوستيم طياره. ايوه يبقى حلو. طب بقول لك ايه، اي هاف تو جو دلوقتي اوكي، عشان الاسيستنت بتاعي بيبص لي كده. ماشي باي. هاي هاي هاي، انا اسفه قوي بجد على التاخير، ام ريلي سوري، غصب عني وكده معلش. كنت امبارح مطبقه، كانوا اصحابي عاملين لي حفله وكده فتاخرت، بس خلاص انا جيت اهو.